السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل الجزء الثالث من محاضرة النهاردة. طيب، بنكمل كلامنا على الـ Common Network Protocols. في عندي بعض البروتوكولات الخاصة بإدارة النتورك متعارف عليها شوية ما بين الناس، زي الـ ARP بروتوكول، الـ OSPF اللي هي الـ Open Short Path First، الـ RIP بروتوكول، الـ ICMP بروتوكول، والـ NMS اللي هو الـ Network Management System، والـ NetStream، والـ SMB. طيب، نتكلم عن واحد واحد بالتفصيل. الاربا بروتوكول، الاربا بروتوكول لما نيجي نشرحه النهارده في الجزئيه دي، هنعرف ان الاربا بروتوكول ده بيعمل ديسكفر للماك ادرس وذن السويتش. لو انا بتكلم كده ان انا واقف في مرحله الاكسس لاير، والاكسس لاير عندي الرابط بتاعها للسويتشات. طيب، امال ايه الاي سي ام بي؟ الاي سي ام بي يا فندم المشهور بالنسبه لنا احنا كمستخدمين للنتورك بأمرين مشهورين قوي، البينج والتريس. وهنشوف الأوامر دي النهارده، وهنفهم كمان هي بتطلع لنا ايه، وهنعمل تجربة بيها. طيب، ايه تاني؟ عندي الراوتنج بروتوكول ده يوز فور كوميونيكيت بتوين يوزرز ان ديفرنت نتورك سيجمنتس. بمعنى ان انا عندي كمان بروتوكولات رابطة للراوترات الموجودة في مختلف الأماكن. الاس ام بي ده ديفايس مانجمنت بروتوكول، والنت ستريم. يعني ايه النت ستريم؟ قال لك ده ان انفورميشن، بتاعت واحده، ان انفورميشن سامبلينج بروتوكول از يوجوالي اساين وذ اذر ديفايس ساتش از الانتي تي دوس. ايوه، في عندي بعض الديفايسز بتشتغل از انتي تي دوس. تمام، اوكي، هنبدا حديثنا عن الارب بروتوكول. احنا جايبين اكزامبل بسيط، عندي ثلاث اجهزه كمبيوترز واصلين بسويتش. فانا عندي سويتش، عندي اسف هوست اي عايز يوصل لهوست سي. بيقول لحضرتك خد بالك ان ارب بروتوكول بيشتغل من اول هذه المرحله. هيك بي يوزنج ارب بروتوكول نتورك ديفايس كان استابليش ا مابينج بتوين الديستنيشن اي بي ادرس اند الماك ادرس. بمعنى انا دلوقتي عارف الديستنيشن اي بي ادرس بتاع حضرتك، لكن ما اعرفش الميديا اكسس كنترول الماك ادرس. طب ما هو اصلا الماك ادرس وما هو الاي بي ادرس؟ قال حضرتك يا فندم الاي بي ادرس هو بكل بساطه بمثابه عنوان البيت عند حضرتك. هو بيتكون من جزئين منفصلين الاي بي ادرس، جزء اسمه النتورك بارت وجزء اسمه الهوست بارت. طيب، النتورك بارت هو رقم العمارة، الهوست بورت رقم شقة حضرتك في العمارة. فهمت كده البروسيس ماشية ازاي؟ جميل جدا، ده الاي بي ادرس. امال ايه الماك ادرس؟ احنا فاهمين الماك ادرس ده ميديا اكسس كنترول، وميديا اكسس كنترول ده بكل بساطة هو رقم هيكس ديسيبل. الرقم ده خاص بالان اي سي نتورك انترفيس كارد اللي هو كارت النتورك الموجود عند حضرتك في الجهاز بتاعك. قال حضرتك الرقم ده ما بيتغيرش، ولكن للامانه العلميه في بعض الاحيان الرقم ده بيتغير، والموضوع ده ليه شق ليه علاقه بالسكيورتي، ولكن مش بالسهل انك تعرف توصل للنقطه دي. ولكن خلينا مع الستاندرد. الستاندرد بيقول ان الماك ادرس اللي هو الميديا اكسس كنترول ده رقم ما بيتغيرش. بينقسم برضو لجزئين، اول جزء بتحطه منظمه الاي تريبل اي، وهو ده الرقم اليونيك اللي هو ما بيتغيرش. تاني جزء اللي هم الست ارقام التانيين دولت يا فندم ايدنتيفاي للشركه المصنعه، رقم سبيشال خاص بالشركه المصنعه، ولنقل اي بي ام، بروجكت سيمنز، ابل، ديل، اسوس، اتش بي، وات ايفر الشركه المصنعه للكارت. ده شيء جميل جدا. اول حاجه بتحصل عندي حاجه اسمها ارب ريكوست. طيب بص يا فندم، عشان بس عايز تبقى فاهم قبل ما اشرح الارب ريكوست ايه، ده منظر من مناظر ثانيه واحده بس نمسك القلم، او لا بلاش احسن، ثانيه واحده. ده كده منظر من مناظر الماك ادرس، ده كده ماك ادرس. اوكي، لما حضرتك تشوف الماك ادرس كده كله افات، اعرف انه بيبعت رساله لكل الاجهزه اللي متصله بالسويتش ده. اوكي، فايه اللي هيحصل؟ الجهاز بتاع حضرتك، ونقول ان حضرتك هوست ايه، حضرتك عايز تكلمني، فجهاز حضرتك هيروح بكل بساطه
جاي باعت رسالة، أوكي، اسمها ارب ريكوست. الرسالة دي تحتوي على إيه هذه الرسالة؟ قال هل تحتوي على الآتي: ديستنيشن أي بي أدرس، الأي بي أدرس بتاع المهندس عبد الرحمن، والسورس أي بي أدرس بتاع جهاز حضرتك. الديستنيشن أي بي أدرس هيتحط إيه؟ كله إفات أو صفار إن أنا معرفوش. السورس ماك أدرس، الماك أدرس ده حضرتك، والأوبريشن تايب هتبقى ريكوست، أنت بتريكوست ان الشخص اللي الاي بي ادرس ده belong to him، يتبع له، يا ريت يرد عليا بالماك ادرس بتاعه. تعال نشوف بقى الكلام ده written. قال لحضرتك احنا قلنا ايه يا فندم؟ قلنا ان الارب كاش تيبل اوف الهوست A does not contain الماك ادرس اوف هوست C. الارب تيبل اللي موجود في جهاز هوست A ما يعرفش الماك ادرس بتاع المهندس عبد الرحمن، هو عارف الاي بي ادرس بتاعه. Therefore حضرتك جهازك بيبعت ARP request عشان يوبتين الديستنيشن ماك ادرس، عايز ياخد الماك ادرس بتاعي، عايز يعرفه عشان عايز يكلمني. خد بالك ان احنا الاثنين متصلين بالسويتش، اذا احنا الاثنين شغالين في لاير 2 نتورك اللي هو الداتا ايه، داتا لينك لاير. قال حضرتك ان ARP request packet are encapsulated in an ether frame، هيشتغل at the ether frame. الفريم هيدر بيكونتين ايه؟ السورس ماك ادرس، وده الماك ادرس بتاع هوست ايه. ليه؟ لان هوست ايه does not know الماك ادرس بتاع هوست سي اللي هو انا، فحضرتك هتحط بالتبعات destination ماك ادرس افات كله. قال حضرتك الارب ريكويست باكيت كونتين السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس، السورس ماك ادرس والديستنيشن اي بي ادرس، وخد بال حضرتك الديستنيشن اي بي ادرس اذ ذا باكيت از اول زيروز، طبعا لان هي في النهايه هي باكيت ريكويست هتبقى كلها بصفار. قال حضرتك ان ARP ريكويست باكيت ار برودكاست تو اول هوستس، الريكويست دي تبدا تتبعت لكل الاجهزه اللي موجوده على الشبكه انكلودد جيت ويز. خد بالك ان هي كمان بتبقى انكلودد الراوترات، لو متصل الراوتر ده اوتوماتيك بالسويتش. بعد كده الجيت واي ويل بريفنت ذا باكيت فروم بينج سنت تو اذر نتوركس. ليه بيعمل الحركه دي؟ الجيت واي نفسه بيبقى فاهم ان دي ARP ريكويست، فبيمنع وصولها لاي مكان خارج شبكه النتورك. طيب خلاص عرفت كويس قوي ان الARP دي ان انا هبعت رساله، الرساله دي غير معلومه الملامح لان هي ريكويست بسيط جدا. الرساله دي هتحتوي على السورس، والسورس اي بي ادرس، السورس ماك ادرس بتوعي، هتحتوي على الديستنيشن ماك ادرس كله افات، والسورس ماك ادرس بتاعي، وخلاص ادركت كل هذه النقاط. عايز بقى يجي لي ارب ريبلاي هيترد على رسالتي. مبدئيا كده اي جهاز استلم الرساله الاي بي ادرس المذكور في الرساله دي لا يتبع لي، بيعملها ديسكارد، بيرفضها، بيلغيها، ما عدا انا كعبد الرحمن. ليه؟ لان الاي بي ادرس ده بيلونج ليا، بس ده يتبع لي، فببدا ارد على حضرتك بالماك ادرس بتاعي. خد بالك من حاجه، اثناء عمليه الذهاب والعوده دي، تمام، اولا عندي مشكلتين. اول حاجه الارض ما بيستخدمش او ما بيستخدمش اي سكيورتي بروتكشن ميجرمنت. خد بالك ان الارض اللي احنا بنقول عليه ده مشكلتي معاه ان هو ملوش اي سكيورتي مانجمنت، ملوش اي سكيورتي كريتيريا، فممكن اي حد زي ما قلت لحضرتك من شويه ان الماك ادرس ممكن يتغير، فممكن اي حد يرد عليا على اساس ان هو الشخص صاحب الاي بي ادرس ده. وخد بالك ان انا الجارنتي الوحيد، الضمان الوحيد ان اللي رد عليا هو صاحب الاي بي ادرس ده هو الاي بي ادرس نفسه، والاي بي ادرس اصلا كده كده بيتغير، واقدر ان انا احطه ستاتيك كمان. فدي اول مشكله في الارض. تاني مشكله، او تاني هي مش مشكله، هي ميزه، السويتش نفسه. السويتش نفسه بيحتوي على جدول، على تيبل موجود فيه كل اي بي ادرس وكل ماك ادرس والبورت بتاعهم. حلو، فالسويتش مش غبي، السويتش ذكي جدا.
أنا حضرتك إيه؟ ما أنا لو خزنت السورس أي بي أدرس والديستنيشن أي بي أدرس اللي في الرسالة دي، السورس أكيد هيبقى صح، أكيد هيبقى صح. ليه؟ لأن الرسالة خربت فعلا، فبديهي إن أي بي أدرس وماك أدرس دوت صح، لكن الديستنيشن وارد جدا يكون غلط، يكون أصلا مفيش الديستنيشن ده مش موجود أساسا. فعلشان كده السويتش بيعمل ايه؟ السويتش ما بيحتفظ وما بيخزنش عنده غير السورسز، اي سورس اي بي ادرس او ماك ادرس بيعدوا من عنده. طيب بيقول حضرتك كمان خد بالك ان الارب بيشتغل على نقطه اسمها الجراتويتس او الجراتويتس ارب، بمعنى بيديتكت الاي بي ادرس ده كونفليكت ولا لا. خد بالك من حاجه، شبكات النتورك الكبيرة في الشركات أنا بيكون عندي حاجة اسمها الـ DHCP، ده بروتوكول وظيفته اسمه Dynamic Host Protocol. ده بيعمل إيه؟ بيسكن لي أي بيات أدرس، بيحط أي بي أدرس أوتوماتيك على الجهاز عندي، تمام؟ ما بيجيبش مهندس شبكات يكتب الأي بي أدرس ده، أوكي؟ ده المشكلة عندي هنا أهو، ان وارد جدا ان انا اكون ببعت ارب ريكويست على سويتش واصل باجهزه كتير سحب اي بيات ادرس تعمل كونفليكت مع الاي بي ادرس ده، تعمل تشابه مع الاي بي ادرس، تعمل مشكله مع الاي بي ادرس اللي انا بعته. فاوتوماتيك الارب ريكويست بيقدر يتكت ده وبيعمل ديسكارد وبينوتيفاي مي ان خلي بالك الاي بي ادرس ده مستخدم. جميل، بنتكلم على الاي سي ام بي. اوكي، الاي سي ام بي هو وظيفته ان هو بيشتغل على الايرور، يعرف لي اذا في ايرور، الكنترول والكويري مسجز. قال حضرتك ان اولا الاي سي ام بي هو واحد من الكور بروتوكولز، البروتوكولز الاساسيه اللي موجوده في التي سي بي اي بي. وقال حضرتك ان الاي سي ام بي از يوز تو سند الكنترول باكيتس بتوين اي بي نتورك ديفايسز، والمستخدم مش قادر يبعت الرسائل ما بين الاي بي نتورك ديفايسز، والرسائل دي بتبقى سواء ايرور او كنترول او كويري مسجز. طيب لو انا عندي راوتر ورحت جاي كاتب عليه امر بينج وعامل علامه استفهام ودايس انتر، حضرتك في اي راوتر في العالم هنشتغل عليه؟ طالما انا بحط علامه استفهام يبقى انا عايز اعرف ايه الكومنتس الموجوده عندي اللي اقدر استخدمها في النقطه دي. فحضرتك عندك بعض الاوامر اللي ممكن تستخدمها مع امر البنك، اللي هم ايه؟ قال حضرتك اول امر اللي هو ايه، اللي هو source اي بي ادرس. حضرتك لما بتيجي تعمل بينج، تعمل بينج على الاي بي ادرس، او ممكن تعمل بينج على جوجل مثلا. تعال نشوف الكلام ده. هكتب هنا سي ام دي، ده السي ام دي عادي جدا بتاعنا. هكتب بينج على www.google.com. هنا هو بيعمل ايه؟ هنا هو عمال يبعت لجوجل وجوجل بترد عليه بامر بينج، كده عرفت ان هو متصل بجوجل. هل قالك كتبت ان هو اي بي ادرس؟ لا. طب امال هو عارف منين الاي بي ادرس بتاع جوجل؟ احنا قلنا بقى يا دكاتره في البارت 2 من المحاضره، قلنا ان هو قدر يعرف الاي بي ادرس عن طريق الدي ان اس، ان الدي ان اس بيحتوي على كل براوزر او كل اسم البراوزر الاي بي ادرس اللي يتبع ليه. جميل جدا. عندي ايه اوامر تانية؟ قالك عندي امر count، ده specific the number of times that the ICMP echo request packet are sent. خد بالك بقى من النقطة دي، حضرتك لما احنا جينا نفذنا الامر من شوية، رحنا عاملين امر البينج، والمرة دي انا هبنج على الاي بي ادرس ده وهقول لكم ده ايه بالظبط. لما نجي عملنا امر البينج، تعال كده نعدهم مع بعض. على الراوترات بيبقى الديفولت 5، عندنا احنا بيبقى الديفولت 4. هل انا ممكن اغير الرقم ده؟ اه طبعا ممكن اغير الرقم، ممكن اخليه يعمل اكتر من بينج، ممكن اخليه يفضل يعمل بينج لحد ما انا اديله امر معين. طيب ايه تاني؟ قال لك داش اتش specific the time of life التي سي ال. يعني ايه تي ال؟
بص يا فندم، اي باكت بتتحرك عندي على النتورك عامه ليها عمر افتراضي، ويقدر هذا العمر بالرقم ده 255. يعني هي ليها 255 انتقال ما بين اي جهاز والتاني على شبكه النتورك على حد ما يحصل لها ديسكارد او ديث. حضرتك عايز تفتكر قوي الحته دي ايه؟ احيانا تيجي تكونكت براوزر معين يقول لك ريكويست تايم اوت. ليه؟ لانه ما لحقش الباكت توصل للديستنيشن بتاعها، تايم اوت، التي تي ال خلصت. طب داش تي تايم اوت بقى يعني ايه؟ سبيسيفيك التايم اوت بيريود اوف ويتنج فور اي سي ام بي ايكو ريبلاي باكت افتر اي سي ام بي ريكويست باكت از سنت. يعني ايه الكلام ده؟ افتكر دلوقتي حضرتك او ركز كده مثلا معايا، ممكن اجي انا اعمل إيه مثلا، انا هجي اعمل كده اهو وهقفل الواي فاي عندي واحاول اعمل امر بينج على جوجل. هيقول لي بينج ريكوست كانت بي فاوند هوست www.google.com please check the name and try again. او ما عرفش يوصل ليه؟ لان مفيش نتورك. اوكي طيب تعالى مثلا نعمل بينج على اي بي ادرس معين. ايه ده؟ امال هي اشمعنى الاي بي ادرس ده؟ طب تعالى كده نعمل بينج على اي بي ادرس تاني. استنى كده، ايه اللي حصل بقى؟ اقول لنا بقى حضرتك ايه اللي حصل. اول مره لما جيت اعمل بينج على جوجل وانا ما عنديش نتورك، ما عرفش يوصل الدي ان اس، هو مش فاهم ايه جوجل دي. تاني مره الاي بي ادس اللي انا بكتبه ده اللي هو 127.0.0.1 ده يا فندم الاي بي ادرس بتاع كابتن نتورك عند حضرتك. ده احنا كمهندسين لما بنيجي نعمل تيست على كارت النتورك، بدل ما نفك الجهاز ونشوف الكارت فيه مشكله ولا لا، بنكتب بينج 127.0.0.1 بيعمل بينج على كارت النتورك يشوف الكارت ده الايف ولا لا. لما جيت كتبت اي بي ادرس، وده ممكن تكون اي بي ادرس على اي حاجه، اي على ديستنيشن هوست ان ريتشبل. هنا هو بقى نيجي للداش تي دي. الداش تي دي بنستخدمها في حالة إن أنا بحاول أعمل بينج على حاجة ومش عارف أوصل لها. فبدل ما يفضل يعمل بينج، بقول له بص لو ما عرفتش توصل لها بعد 30 ثانية وقف، أو بعد 30 دقيقة وقف. أوكي؟ طيب. هنا هو عمل أمر بينج على أي بي أدرس معين وحب يفرجنا إيه اللي طلع له، زي ما إحنا كنا شايفين دلوقتي مع بعض وشفنا إيه اللي طلع له. خد بقى حضرتك تعالى امسكهم واحده واحده. هو عمل بينج بست بباكت حجمها 56، السيكونس بتاع الباكتات اللي راحت 1 2 3 4 5. طب ايه السيكونس ده؟ خد بال حضرتك ان البيانات بتاعتك زي كلمه صباح الخير ما بتتبعتش كامله. لا يا فندم، هي بتتجزأ، بيحصل لها حاجه اسمها فريجمنتيشن، بتتجزأ كل باكت مستقله، وكل حرف من الكلمه دي بيتحط بيبقى ليه باكت وبيبقى ليها رقم 1 2 3 لحد ما الكلمه تنتهي. التي تي ال زي ما اتفقنا التايم تو لايف، التايم الوقت اللي خدته الباكت دي عشان تتبعت. عندنا امر اخر زي امر التريس، ده بيعمل ايه؟ تعال نشوف. هل حضرتك يا فندم امر التريس ده نوع اخر من اي سي ام بي؟ وفي امر التريس انا بتتبع خط سير الباكت. بمعنى تعالى كده يا فندم نجربها تجربه عمليه، بس المره دي هنشغل النتورك. هنكتب مثلا هنتريس جوجل. طبعا هو الموضوع بياخد وقت، واقول لكم ليه دلوقتي.
الاي بي ادرس اللي انتوا شايفينه لحد بس ما يخلص اللود بتاعه، الاي بي ادرس اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده بتاع جوجل، ده الديستنيشن عايز اوصل له، ده الخط اللي انا عايز اوصل ليه. الموضوع كده كده هياخد بعض التوقيت، ولكن تعالوا برضو اسلام هو شغال. يعني ايه 30 هاب؟ يعني ايه اوفر ماكسيموم اوف 13 هاب؟ بص يا فندم، امر التريس ده بيتتبع خط سير الجهاز بتاعي من الراوتر بتاع البيت عندي لحد ما يوصل لجوجل، عدى على اجهزه مين بالظبط، حلو، وايه الاي بي ادرس بتاعتها. فهل حضرتك الراوتر بتاع بيتك اي بي ادرس بتاعه 192.168.1.1، بعد كده راح شركه تي داتا دوت نت اللي هي البروفايدر بتاعي، وهي بدات تبعته على اللي بعده واللي بعده يبعته على اللي بعده، هيفضلوا يبعتوا الباكت بتاعتي من اي بي ادرس التاني لحد ما توصل للديستنيشن اللي هو الاي بي ادرس ده. فامر الباكت انا بقدر اشوف خط سير الباكت بتاعتي. إيه خد بال حضرتك ان انا في اوقات بحتاج ان انا ابديت الدي ان اس سيرفر اللي انا متصل بيه. ليه؟ الدي ان اس سيرفر اللي انا متصل بيه إيه ممكن، خلي بالك ان جوجل مش ليها اي بي ادرس واحد، لا ليها 10 اي بي ادرس او 15 اي بي ادرس، فممكن يكون متخزن عندي اي بي ادرس هو الابعد ليا. ففي بعض الاوقات بيقول لك غير الدي ان اس اللي عندك على الراوتر، يمكن من اشهر الدي ان اس الموجوده حاليا فور فري للناس اللي هي 1.1.1.1، ده مشهور قوي. حب هو يوري حضرتك هو كده خلص التريس كومبليت، قال لي هو يا فندم ادي الاي بي ادرس بتاع جوجل، انا عرفت اوصل له، دي الاي بي ادرس اللي انا هعدي عليها عشان اوصل لجوجل. حلو، كل اي بي ادرس بروفايدر ليه مين بالظبط، خد وقت قد ايه عشان خاطر يوصل له. طيب بيقول حضرتك ان التريس يا فندم ليها اوامر زي طبعا السورس اي بي ادرس، الفيرست تي تي ال يعني ايه؟ انديكيتيف انيشال تي تي ال والديفولت فاليو بتاعتها بواحد، التي تي الز بتبدا اعدها من واحد عشان اقدر اعرف هي عدت بايه بالظبط. الماكسيمم تي تي ال اعلى تي تي ال هتوصل لها ايه بالظبط؟ النيم عشان يقول لي اسم كل هاب هعدي عليها. البورت انا ممكن كمان اشوف البورت اللي انا خارج منه. بيورينا نوع امر من اوامر التريس اللي هو عملها، وطبعا زي ما احنا شفناها كده مع بعض من لحظات، وشفنا الامر بتاع التريس ماشي ازاي بالظبط. بيقول لحضرتك خد بالك ان التريسنج ده بيحصل ما بين سورس والتاني، وان اكبر رقم من التريس ممكن توصل له هو 30000، 30000 هاب تتحرك عليها. خد بالك ان امر التريس بنستخدمه احنا كتير جدا كمان عشان نقدر نعرف إيه لو انا عندي شركه او عندي جامعه ليها كذا فرع، تمام، الفروع دي شايفه بعض ازاي، وايه اللاين اللي واصل ما بينهم، وايه التايم اللي بياخده، لان انا عندي قاعده ثابته في مجال النتورك وانا بعمل شبكه نتورك عندي، ان انا كل ما التايم تو لايف قل يبقى كده شبكه نتورك عندي احسن ومور ريبل واسرع. جميل، بيكمل مع امر التريس يا فندم وبيقول لحضرتك ان هو بي ريبيت انتل الديستنيشن اند، بيفضل يبعت الريكوستات دي لحد ما يوصل للديستنيشن زي ما شفنا كده مع بعض، بعد كده بيخلص التريس وبيقف لحد كده. هل توقفنا لحد كده؟ لا، بنتكلم على الراوتنج بروتوكول اوفر فيو. قال لحضرتك ان الراوتنج بروتوكول بكل بساطه هو ده اللي تحتيه الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 4 هو من فئه 32 بت، لكن الاي بي فيرجن 6 من فئه 128 بت. وعشان تبقى حضرتك عارف ايه سر التطور ما بين اي بي 4 واي بي فيرجن 6، لو احنا روحنا كده زي ما انتم شايفين كده على البراوزر كتبنا هاو ميني اي بي فيرجن 4 ادرس ار زير، حبينا نعرف كم عدد الاي بي ادرس فيرجن 4، هنلاقي ان هم العدد ده بس 4 مليون 294 او نقول 295 مليون اي بي ادرس في العالم كله، وتم عمل اللوكيت لللاست اي بي ادرس في 2014. لكن لو حبينا نشوف اي بي ادرس فيرجن 6 هنشوف رقم فلكي شويه اللي هو الرقم ده 43 وبعد كده 8 تريليون ادرس، ومن هنا
طلع السر بتاع كلمه ان اي بي ادرس فيرجن 4 هو اسف اي بي ادرس فيرجن 6 هو انفينيتي اي بي ادرس. اوكي طيب خد بالك برضو ان الراوتنج بروتوكول شغال ازاي. هاك راوتنج بروتوكول عندي جوه انواع دايركت روت واندايركت روت. الدايركت روت ده انا وحضرتك متصلين بنفس الراوتر يعني حضرتك معايا في البيت. الاندايركت حضرتك في بيت حضرتك وانا في بيتي. عندي اليونيكاست روت. اليونيكاست روت ده انا بكلم احمد فقط او بكلم اسامه فقط. المالتي كاست لا انا بكلم احمد واسامه وعمر في نفس الوقت. دي الروتس الاوفر اول بتاعت الراوتنج. بيقول لحضرتك خد بالك كمان انا عندي فرق بين حاجه اسمها ستاتيك روت ودايناميك روت. ده كنت لسه بتناقش فيه مع حضراتكم من شويه لما قلت لحضرتك خد بالك ان انا في الستاتيك روت بيجي لي مهندس شبكات يقعد في الجامعه او في الشركه ويبدا يكتب اي بي ادرس وماك ادرس اي بي ادرس وسبنت ماسك لكل جهاز موجود في الشركه. ده كده ستاتيك ويوصلهم ببعض. انما الدايناميك لا دايناميك انا عندي بروتوكول اللي هو الدي اتش سي بي بروتوكول ده حضرتك هو اللي بيليد النقطه دي كلها هو اللي بيسكن اي بي هات ادرس بيحتوي على بول من الاي بي ادرسز بتبدا هي تتسكن اوتوماتيك على الاجهزه بدون تدخل بشري منها ويبقى ده احسن بكتير. هل عندي فقط كده بروتوكولات؟ لا يا فندم لسه مكملين مع الراوتنج بروتوكول. بنقول لحضرتك ان هو بيكاسيفاي لي ابلكيشن رينج وديناميك راوتنج بروتوكول. عندي حاجات زي الانترنال جيت واي بروتوكولز. عندي بروتوكولز خاصه بالراوتر ولكن لو هنعتبر ان الراوتر ده هو باب البيت فهي خاصه بينا احنا داخل البيت. وعندي اكسترنال عندي حاجات خاصه بخارج البيت. من ضمن الحاجات اللي خاصه هنا وهنا حاجه اسمها الاو اس بي اف اوبن شورت باس فيرست ودي هنشوف دلوقتي هي ايه. ودي على فكره تبقى اخر حاجه هنختم بيها إيه اول جزئيه في النتورك كونسبتس. عندي برضه حاجه اسمها ديستنس فيكتور بروتوكول ولينك ستيت بروتوكول وهتلاقي ان او اس بي اف مشترك فيهم. مين بقى هو الاو اس بي اف ده اصلا؟ حاجه يا فندم ان او اس بي اف ده وظيفته اللوب فري. ايه القصه؟ انا دلوقتي كمهندس شبكات باجي في اي مكان مثلا بروح جاي موصل كل اجهزه النتورك ببعضها وابدا اعمل لها باك ابس كسلوك وكونفجريشنز وكاجهزه لان وارد يحصل اي خطا غير مدروس. بشغل الاو اس بي اف ده علشان يضمن لي الاسكيبيليتي وان ما يبقاش عندي لوب التوصيلات دي ما تعملش لوب في بعضها ما تعملش دايره مغلقه. وبيسبورت اوثنتيفيكيشن ان هي تضمن لي مين داخل على الشبكه ومين لا. والفاست كونفرنس بمعنى ان انا لو اتضاف عندي اي جهاز في اي وقت او حصل اي خلل في اي جهاز واتضاف جهاز اخر بيروح جاي هو اوتوماتيك يتعامل بهذه النقطه. هو بيشتغل ازاي؟ دي احنا مش هنشرحها النهارده. ليه مش هنشرحها النهارده؟ الاو اس بي اف هو تشابتر كامل مستقل بذاته. وده اول حاجه احنا هنبدا بيها الليكتشر الجايه ان احنا هنشرح الاو اس بي اف لان هو ليه ميكانيزم للعمل من اربع مراحل لازم يتشرح بالتفصيل عشان تبقى فاهم ازاي بيتم التعامل في حاله اللوب دي رغم ان انا ما فكتش اي سلك من مكاني. اوكي خد بالك ان كمان لازم يكون الاو اس بي اف شغال لسبب بسيط جدا. ممكن يحصل خطا انساني ان يجي حد هو ان اوير بمجال الشبكات يقول لك اه لا ده السلك ده ضعف او حاجه فيروح موصل سلك بين سويتش والتاني او بين الراوتر والتاني فاوتوماتيك يحصل عندي لوب وهو مش مدرك هو عمل ايه. فالاو اس بي اف بيحل الموضوع ده وبيتعامل معاه بكل سهوله. ده كان اخر جزء في محاضره النهارده. طبعا feel free to contact me على الايميل متصله في اي اسئله. ان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل الكونسبتس بتاعت النتورك وهنخلصها كمان المحاضره الجايه وهنتحدث في اخر كام بروتوكول باستفاضه ان هم مهمين جدا بالنسبه لنا احنا في مجال السكيورتي. وبس اتمنى تكون المحاضره سهله. ان شاء الله اللقاء في المحاضره القادمه. السلام عليكم.